السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الثالث ثانوي الأدبي والعلمي إلى درس جديد من دروسنا في اللغة الإنجليزية عبر مبادرة مشارات. طبعا طلاب إن شاء الله اليوم درسنا سيكون آخر درس في دروس مراجعة الأزمنة. بدأنا في بداية في الحاضر البسيط ومن ثم المضي البسيط وبعد ذلك الحاضر المستمر، واليوم إن شاء الله سيكون الفاست كونتينوس تنس، زمن الماضي المستمر، وهو آخر زمن في مراجعة الأزمنة. من الأزمنة المطلوبة يأتي عليها أسئلة في الامتحان وهي من خارج المنهج. بعد ذلك بقية الأزمنة ستكون موجودة في المنهجنا في الدرس الأول والثاني إن شاء الله تعالى. فبالتالي نبدأ درسنا اليوم بعنوان Past Continuous Tense، زمن الماضي المستمر. متى نستخدم زمن الماضي المستمر؟ إذن يستخدم زمن الماضي المستمر للتعبير عن عمل استمر لبعض الوقت في الماضي. إذن لاحظوا الحاضر المستمر هو عمل قلنا يحدث الآن في وقت الكلام، تمام، وهو مستمر. أما الماضي المستمر فهو عمل حدث في الماضي استمر لبعض الوقت، فأتى معه ماضي بسيط فقطع عمله. إذن الماضي المستمر هو عبارة عن عمل استمر لبعض الوقت في الماضي ويأتي معه عادة ماضي بسيط فيقطع عمله. إذن هو عمل استمر لبعض الوقت في الماضي، أتى معه ماضي بسيط فقطع عمل الماضي المستمر. لاحظوا المثال الأول: I was studying when my friend called. كنت أدرس عندما اتصل بي صديقي. بمعنى آخر أنه هون الماضي المستمر هو عبارة عن عملين، حدث أو عمل استمر لبعض الوقت وعمل آخر قطع هذا العمل. العمل الذي استمر هو يكون في الماضي المستمر، والعمل الذي يقطعه أو قطعه يكون في الماضي البسيط. لاحظوا هذا الكلام في المثال الأول: I was studying when my friend called. كنت أدرس عندما اتصل بي صديقي. إذن هنا حدثين في هذه الجملة، حدث الدراسة والحدث الثاني هو الاتصال. فأنا كنت أدرس وكنت في حالة استمرار في الماضي طبعا. When my friend called، عندما اتصل بي صديقي، فاتصال صديقي قطع عمل الدراسة، طبعا الحدثين في الماضي. مثال ثاني: We were having our dinner when the phone rang. كنا نتناول، لاحظوا هنا الفعل have هنا أتى مع الأزمنة المستمرة مع الماضي المستمر لأنه بمعنى يتناول. أما تكلمنا عن أفعال الحالة سابقا بأن الفعل have هو من الأفعال المختلطة، إذا أتى بمعنى يتناول فيقبل الاستمرار، أما إذا أتى بمعنى يملك فلا يقبل، وهنا بمعنى يتناول. إذن we were having our dinner when the phone rang. كنا نتناول طعام العشاء when عندما رن الهاتف. إذن كنا نحن في حالة استمرار في الماضي في تناول طعام العشاء وقطع هذا العمل الاتصال الهاتف. لاحظوا هنا rang هو التصريف الثاني من الفعل ring، يتصل rang virtu، أي أن العمل هنا ماضي بسيط. أيضا المثال الأول: called هو الverb to من الفعل call، يتصل. أيضا الاستخدام الثاني لزمن الماضي المستمر يستخدم للدلالة على حدثين أو عملين في حالة استمرار في الماضي، أي أن العملين يكونان مترافقين مع بعض في حالة استمرار في الماضي. على سبيل المثال: I was doing my homework while my family was watching TV. يعني أنا في غرفة أقوم بعمل ومثلا عائلتي في غرفة أخرى تقوم بهذا بعمل آخر، والعملين في حالة استمرار مع بعضهما بموازاة بعضهما في الماضي، كما هو موضح في المثال الأول. I was doing my homework، أنا كنت أكتب وظيفتي
while my family was watching TV. بينما عائلتي كانت تشاهد التلفاز. إذن هنا كتابة الوظيفة ومشاهدة التلفاز من قبل العائلة هما في حالة استمرار مع بعضهما في الماضي. مثال آخر على هذا الاستخدام: We were waiting at the bus stop and the sky was raining heavily. كنا ننتظر الحافلة كنا ننتظر في موقف الحافلة والسماء كانت تمطر بغزارة. أي أن هنا لاحظوا بأن العملين في حالة استمرار مع بعضهما أيضا: انتظار الحافلة والمطر بغزارة، أيضا في حالة استمرار مع بعضهما في الماضي، وبالتالي العملين يكونان هنا في الماضي المستمر. إذن من خلال الأمثلة السابقة نستنتج بأن صيغة أو شكل زمن الماضي المستمر هو subject فاعل زائد was أو were، إما was أو were زائد verb ing فعل مضاف له ing وأخيرا التتمة. إذن الحاضر الماضي عفوا الماضي المستمر هو was أو were زائد verb ing. متى نستخدم was؟ بالتأكيد مع I, he, she, it، فنستخدم was مع المفرد، أي مع الفاعل المفرد نستخدم was، ومع الجمع you, we, they نستخدم were. إذن مع I, he, she, it نستخدم was، ومع you, we, they نستخدم were. بمعنى آخر أنه مع المفرد نأخذ was ومع الجمع نأخذ were.